فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل كل الأركان في الصلاة تسقط بوجود الإمام؟ ما دل الدليل على سقوطه يسقط، أما ما لم يدل الدليل فلا يسقط. والفاتحة دل الدليل على أنها تسقط عن المأموم، وإن كانت ركنا في الصلاة لكن هذا الركن يسقط عن المأموم لأن الإمام أداه. ما نقول يسقط الركن، لأن الإمام أداه فيكفي عن المأموم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.